استطاعت الحنكة الدبلوماسية للدولة الجزائرية أن تفتك مناصب رفيعة المستوى ذات البعد الدولي في أقل من سنتين في برلمان عموم إفريقيا، كترأسها للمجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، ترأسها لأكبر لجنة اقتصادية وهي لجنة النقل، الطاقة، الصناعة، الاتصال، العلم والتكنولوجيا، واليوم منصب سفير دولي للأمن والسلم في إفريقيا. من هذا المنبر أشكر الدولة الجزائرية على رأسهم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية على ثقته في الشباب وعلى دعمه.